أنا فاطمة سراج، محامية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بشتغل في المجال الحقوق والحريات الطلابية. معظم وقتي مقضيه ما بين المكتب والمحاكم والنيابات، وحضور تحقيقات مع الطلبة المقبوض عليهم بسبب إن هما بيعبروا عن رأيهم. أحيانا التحقيقات بتستمر لوقت متأخر بالليل. غير دوري القانوني اللي بقدمه للطلبة في التحقيقات، وجودي جنبهم كمان بشكل إنساني بيحسسهم بالأمان وإن هما مش لوحدهم، وخاصة أهلهم اللي بيكونوا قلقانين عليهم، بالرغم من ان طبيعة المجتمع ساعات كتير ما بتفهمش شغل البنت الوقت متأخر بالليل. ده اللي بيخليك تقضي معظم وقتك في الشغل، وبسبب ده بتفقد اقرب العلاقات الانسانية ليك. بس في النهاية شغلي بقى كل حياتي، ودوري كمحامية بقى اهم كتير من اي حاجة تانية، وحاسة اني مش عارف انجح في شغل تاني غير اني اساعد الطلبة.